هلا، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا قبل ما نبدا ما تنساش تحط لايك، ولو انت جديد على الشيك في القناه وفعل زر الجرس. طبعا يا جماعه كنت عملكم فيديو يوم كامل باللون الاحمر، وطبعا في بنوته طلبت مني يوم كامل باللون الابيض، فانا هعمله لها. طبعا هنبني البيت، انا هبني الناحيه دي يا جماعه. ممكن ناخد البيت ده حلو قوي، انا هبنيه في الحته دي. هندخل بقى عليه يا جماعه عشان نبدا نبني فيه. وطبعا يا جماعه في هنا كده بلكونه، وفي هنا كده اوضه، اهيت كام اوضه بس ما شاء الله اوضه يعني وحلوه. طبعا يعني نبدا بقى يا جماعه نبني فيها. نعم يا هبه، في ايه؟ شايف يا هاني الجمال اللي احنا عملناه في الحته؟ شكله حلو قوي قوي. ايوه فعلا، تعالوا نفرح البنات. يلا يلا يا نورين، يا نورين يلا يا مي، يلا يا ميوي اصحي. نعم يا بابا، نعم نعم يا ماما، نعم يا ماما اصحي يلا يا حبيبتي،
يلا يا حبيبتي، ايه رايك في الحته دي يا نورين؟ انتو ماي حلوه قوي يا ماما، بجد شكل الاوضه حلوه قوي، احلى من اللي كانت فاتت يا ماما. الله 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 يا مي، حلوه قوي الاوضه، شكلها حلو قوي. فعلا فعلا يا مي، شكلها حلو قوي جدا. يا عايزه اغني لك اغنيه يا نورين. طيب غني. اللي قدامك دي يا حبيبي ميويا، نعم يا قلب بابا. في ايه؟ يلا يا بابا نحن نشتري لبس يا بابا باللون الابيض. ماشي يا حبيبتي بسرعه، والمفروض كمان نغير لون شعرنا. ايوه تصدق يا هاني، مغلناش الفكره دي في دماغنا. ايوه ماما، المفروض نغير شعرنا ولبسنا عشان كده يكون يوم كامل باللون الابيض. ايوه يا حبيبه قلب ماما. حبايبي الاول ماشي يا ماما. الله حلوه قوي، حلوه حلوه قوي، حلوه قوي. الله فعلا حلوه قوي يا نورين، جميل. شايفه يا ماما؟ شايف يا بابا؟ حلوه قوي. الله يلا نشوف بابا وماما. الله بابا وماما بقى حلوين قوي قوي قوي. انت هيسمونا العيله البيضاء دي ولا ايه؟ طب يلا يلا ماشي يا دم بسرعه. ماشي يا حبيبتي يلا. اللبس ده يختار عليه حلو قوي. ايوه تصدقي حلو قوي، شكله حلو عليا. واو واو يا بابا واو. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه يا بنتي، فيه يا بنتي، وطي صوتك شويه. حلو قوي قوي يا بابا، جميل قوي. يلا بقى يا ماما اختاري اللبس. حاضر يا شقيه انت. اللبس ده، يلا ادخلي اسيا يا حبيبتي. ماشي يا ماما، مستعدين. مستعده؟ اطلعي يلا. مستعدين يا ست. يلا بقى نختار لأختك مي، نختار لك الفستان ده يا ميول. ماشي يا ماما، يلا ادخل اقيسه يا ماما. مستعدين؟ مستعدين؟ اطلع يلا بسرعة. الله ايه ايه والله جميل يا بنتي. انتي بقى هتعمل محل صوتك عالي قوي، وطي صوتك شوية. فنعالة يا ماما، حرام فنعالة. هو مفيش كتير يعني لبس باللون الابيض، فانا قررت اختار زي مي. الله يا ماما هتلبسي زيي. ايوه يا حبيبتي هلبس زيك، فانا هختار ده بقى وهدخل البسه جوه. ماشي يا ماما استنيني. وما عدتيش تقولي الله دي يا طواب، فضحتينا في المحل يا بنتي، وقفتي شويه. فرحانة فرحانة يا ستي. حاضر يا ستي افرحي. مستعدين يا جماعه؟ مستعدين يا مامي؟ اطلعي بسرعه. حبيبتي والله حلوه قوي. ايوه يا ماما فعلا بقينا زي التوأم، زي بعض بالظبط. لا بجد حلوه قوي الفساتين والهدوم دي يا تنتي. نعم يا حبيبتي، احنا اسمنا العيله الفرفوشه البيضاء. ماشي يا حبيبتي، اسمكم العيله الفرفوشه البيضاء، احلى عيله فرفوشه بيضاء. شكرا يا تنت، شكرا. العيله البيضاء حلوه قوي قوي، يلا بينا نحسب الملك يا حبيبتي. يا حبيبتي انا هاخد سانتا. خدي يا حبيبتي براحتك، هاخد سانتا كده وقالوها لي يا ماما. احنا العيلة البيضاء. وناخد كمان حليب، بس بحبه. هتضطري تشربيه يا نورين عشان ده اكل، يعني ده مشروب باللون الابيض. وناخد كمان جبنة، بحبها يا ماما بحبها. يا ماما في كيكة وراكي بجد؟ اه في كيكة انا باللون الابيض. خدي يا روبا وانت ساكتة. حطين.
نو نورين، مفيش الا بالالوان، مفيش الا لون ابيض. يلا يا قروبه يا صغيره نمشي. طيب يلا نحن العائله البيضاء. هي اخيرا وصلنا البيت. يلا نغاز، الاكل تعالى قوي. الله الاكل طعمه حلو قوي. وطبعا كده خلصنا اليوم كامل باللون الابيض، وعايزين مننا نطلبوا اي لون.